أهلا ومرحبا بكم أعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية وأعزائي طلبة الصف الخامس العلمي ألتقيكم بدرس جديد من دروس الأحياء نوضح فيه اليوم البناء الكيميائي بعد ما تعرفنا في الدرس السابق على البناء الضوئي وتركيب البلاستيدات الخضراء والصبغات والمواد الأولية والمواد المساعدة والمؤثرة والعوامل المؤثرة على عملية البناء الضوئي اليوم نأخذ البناء الكيميائي في بعض أنواع من البكتيريا حيث يتم عملية تحويل الجزيئات اللا عضوية إلى جزيئات عضوية، بمساعدة أنواع من البكتيريا نتعرف عليها سوية، فننتقل لنتعرف عليها، تابعونا. عندنا البناء الكيميائي، نوضحها كتعريف، هو عملية، أو هي عملية تكوين، أو بناء جزيئات عضوية من جزيئات غير عضوية. وبغياب الضوء يعني اللي حيفرق لنا اعزائي الطلبه ما بين البناء الكيميائي وما بين البناء الضوئي انه عمليات البناء الكيميائي تتم بغياب الضوء من قبل بعض من انواع البكتيريا من خلال هذه العمليه حتتم من خلال اكسده بعض المركبات اللاعضويه للحصول على الطاقه كبديل للطاقه الضوئيه الآن نتعرف على هذه الأنواع من البكتيريا اللي ممكن أن تنجز هذه العمليات فلدينا أمثلة على بعض من هذه البكتيريا أولا بكتيريا النتريت توجد في التربة تقوم بأكسدة الأمونيا وهنا عندنا طلاب تنتبهوا لي لأنه عندنا صيغ كيميائية فالأمونيا كصيغة كيميائية NH3 تتحول الأمونيا بالأكسدة إلى نتريت وصيغة النتريت NO2 بواسطة الأكسجين كما في المعادلة الآتية، فهنا عندنا معادلات كيميائية، لاحظوا معي الأمونيا ناخذ منها جزيئتين 2NH3 زائداً ثلاث جزيئات من غاز الأكسجين 3O2 بمساعدة بكتيريا هنا عندنا بكتيريا النتريت ينطينا النتريت اللي هو 2NO2 والعدد التأكسدي مالتها سالب، زائدا 2H2O جزيئتين من الماء، زائدا عندنا ذرتين من الهيدروجين تتحرر، 2H، زائدا الطاقة. فهذا بالنسبة للمثال الأول بكتيريا النتريت. ننتقل إلى نوع آخر من البكتيريا، وهي بكتيريا النترات، ونلاحظ كيف تقوم بعملية البناء الكيميائي. حيث توجد هذه البكتيريا في التربة وتقوم بأكسدة النتريت اللي صيغته NO2 والعدد التأكسدي سالب إلى نترات صيغته NO3 وأيضا بالسالب، كما في المعادلة الآتية. جزيئتين 2NO2 من النتريت زائدا الأكسجين O2 بمساعدة بكتيريا النترات ينتج عندنا 2NO3 oh, والعدد التأكسدي ما ننسى السالب فراح تنتج عندنا جزيئتين من النترات زائدا الطاقة. ننتقل الآن إلى نوع ثالث من أنواع البكتيريا أعزائي الطلبة اللي هي بكتيريا الكبريت. فنلاحظ بكتيريا الكبريت تقوم ب أو توجد هذه البكتيريا وجودها في عيون المياه الكبريتية تقوم بأكسدة كبريتيد الهيدروجين من اسمها بكتيريا الكبريت فهنا راح يدخل عندنا عنصر الكبريت بهذه الأكسدة فتقوم بأكسدة كبريتيد الهيدروجين اللي صيغته H2S إلى كبريت وماء من خلال المعادلة الآتية جزئتين من H2S اللي هو كبريتيد الهيدروجين زائدا الأكسجين O2 بمساعده طبعا بكتيريا الكبريت للقيام بهذا التفاعل ينتج عندنا ذرتين من الكبريت 2S زائد جزيئتين من 2H O من الماء زائدا طاقه بعدها تتولد من هذه العمليه طاقه كيميائيه لاحظوا ويايا تستخدم لاختزال غاز ثنائي اكسيد الكربون بالهيدروجين من كبريتيد الهيدروجين لتكوين مركب خازن للطاقة كما في المعادلة الاتية: جزيئتين من H2S من كبريتيد الهيدروجين، زائدا جزيئا من غاز ثاني أكسيد الكربون CO2، بوجود الطاقة الكيميائية اللي تولدت من المعادلة الأولى اللي وضحناها قبل قليل، راح ينتج عندنا مركب كربوهيدراتي اللي هو CH2O، زائدا جزيئة ماء H2O، زائدا ذرتين من الهيدروجين. ان جميع الانواع اعلى او ما يماثلها يطلق عليها بالكائنات عفوا ذاتيه التغذيه وكيميائيه يعني تستطيع صنع غذائها او انتاج مركباتها العضويه من خلال التفاعلات الكيميائيه ننتقل الان اعزائي الطلبه الى التغذيه في الحيوانات لاحظوا معي سؤال تعد جميع الحيوانات تقريبا متباينه التغذيه سبق وان تعرفنا اعزائي الطلبه انه الحيوانات لا تمتلك اليخضور او الكلوروفيل او صبغه البناء الضوئي فما تستطيع القيام بعمليه البناء الضوئي اللي من خلالها ممكن تحول المواد اللاعضويه الى مواد عضويه من اجل استغلالها في غذائها واخذ الطاقه من عندها فالحيوانات راح تحصل على غذائها جاهز من النباتات والحيوانات اجزاء من حيوانات اخرى من اجل الحصول على الطاقه فلنلاحظ لأنها تعتمد كجواب على المركبات العضوية الجاهزة من النباتات والحيوانات الأخرى لكي تستمد منها المواد التي تستخدمها فيما بعد بالنمو والتكاثر والحفاظ على النوع. يتكون غذاء الحيوانات من الأنسجة المعقدة للكائنات الحية الأخرى، واللي غالباً ما تكون ذات أحجام كبيرة. بحيث يصعب امتصاصها، يعني المواد الغذائية اللي يتناولها الحيوان راح تكون مواد غذائية معقدة التركيب، سواء كانت بشكل كربوهيدرات أو بروتينات أو دهون، لابد من تجزئتها وتحويلها إلى مواد أولية بسيطة أو مواد صغيرة الحجم بسيطة يسهل امتصاصها من قبل الدم أو من قبل سوائل الجسم حسب الحيوان. فهنا يتكون غذاء الحيوانات من الأنسجة المعقدة للكائنات الحية، والتي غالبًا ما تكون ذات أحجام كبيرة، بحيث يصعب امتصاصها مباشرة بواسطة خلايا الجسم. لذلك يجب هضمها، و لتصبح من خلال الهضم جزيئات ذائبة صغيرة بالقدر الكافي الذي يسهل امتصاصها. يسهل عملية امتصاصها. عندنا أعزائي الطلبة، نقسم الحيوانات. إلى عدة مجموعات على أساس سلوكها وعاداتها في التغذية تقسم إلى آكلات الأعشاب وآكلة اللحوم والقارتات أو القوارت هذه القوارض هي كائنات تجمع في تغذيتها الأعشاب والنباتات ولحوم الحيوانات وخير مثال عليها هو الإنسان يجمع ما بين التغذية النباتية والتغذية الحيوانية فأعزائي الطلبة كتقسيم عندنا بعض من الحيوانات تكون تتغذى على الأعشاب فتكون عشبية أو ذات تغذية على الأعشاب وبعضها آكلة لحوم وأغلبيتها من المفترسات مثال النمر الأسد الصقور الطيور الجارحة عموما والقوارض اللي حتجمع ما بين النوعين من التغذية تغذية نبات والتغذية على أجزاء من الحيوانات والإنسان وبعض من أنواع الحيوانات تكون ذات تغذية متنوعة أو قارتة ما بين النباتيه وما بين الحيوانيه ننتقل اعزائي الطلبه لنتعرف على تعريف نطلق عليه بالايض وهي مجمل العمليات اللي تحدث في الحيوانات قبل قليل وضحنا انه الجزيئات الطعام اللي حصل عليها الحيوان من جاهزه من حيوانات اخرى او نباتات تكون معقده معقده بتكوينها وكبيره بالحجم فلا بد من عمليات تحولها الى جزيئات ذائبه هذه العمليات نطلق عليها بالايض فعندنا مجمل العمليات اللي تحدث في الحيوانات ابتداء من عمليه ابتلاع الطعام وهضمها لتحويلها الى جزيئات ذائبه بسيطه تمتص بواسطه الدم وتتم اكسدتها للحصول على الطاقه والحراره اللازمه من هذه المواد ننتقل اعزائي الطلبه لنتعرف على ميكانيكيات التغذيه في الحيوانات لاحظوا معي أظهرت أظهرت الحيوانات العديد من التكيفات التركيبية لإنجاز ميكانيكيات الحصول على الغذاء. تعددت بتعدد الأنواع المختلفة من الحيوانات، من بين هذه الميكانيكيات عندنا أولاً الطريقة المباشرة هي عملية امتصاص الغذاء بطريقة مباشرة من البيئة المحيطة به، البيئة المحيطة بالحيوان، مثل الطفيليات التي تعيش في الدم والامعاء عن طريق الامتصاص السطحي، وايضا بعض انواع اللافقريات المائيه حيث تمتص جزءا من غذائها مباشره من المياه، وايضا عندنا الخفاش الماص للدم يتغذى بعمليه اللعق. ننتقل الان الى ميكانيكيه اخرى للحيوانات وهي التغذيه على المواد الدقيقه او الهائمات. هي عبارة عن أحياء دقيقة من الحيوانات والنبات، تنتشر في المياه أو في المحيطات والبحار وغيرها من المسطحات المائية، وعادة يصغر حجمها لدرجة إنها لا تستطيع مقاومة تيارات المياه، فهذه الطريقة الثانية اللي هي التغذية على الدقائق أو الكائنات الدقيقة. النوع الثالث من ميكانيكيات التغذية، عندنا سؤال عنها لاحظوا نلاحظ التغذية الترشيحية، فما هي الطرق التي تستخدمها الحيوانات في غذائها على المواد الدقيقة أو الهائمات؟ عندنا أول طريقة هي التغذية الترشيحية، فهي أكثر طرق التغذية نجاحاً وأوسعها استخداماً، وتستخدم الحيوانات التي تتغذى بهذه الطريقة تراكيب جسمية تحدث بواسطتها تيارات لتدفع الماء مع الدقائق الغذائية باتجاه الفم. الآن أعزائي الطلبة نلاحظ كيف تتم هذه العملية بهذا المخطط البسيط، لاحظوا معي. أولًا حيكون التقاط دقائق الطعام بواسطة الطبقة المخاطية المبطنة للجوف وتنقلها إلى القناة الهضمية كما في الحيوانات مثل الحيوانات اللافقرية، عندنا كثير من الأمثلة عنها، الديدان عديدة الأهلاب، الرخويات ثنائية الصدفة، نصفية ورأسية الحبل والعديد من الفقريات الأولية الخطوة الثانية أو الطريقة الثانية اللي حتعتمدها هي بواسطة أرجلها المهدبة لجلب تيارات الماء مع دقائق الغذاء إلى داخل الفم كما في العديد من القشريات فعدنا بالتغذية على الكائنات الدقيقة أو الهائمات راح تكون بطريقتين أو بأسلوبين من خلال عدنا بعض أنواع من الحيوانات اللافقريه استخدمت التقاط دقائق الطعام بواسطه الطبقه المخاطيه بينما انواع من القشريات استخدمت ارجلها المهدبه لجلب دقائق الطعام مع تيارات الماء ننتقل اعزائي الطلبه الان للطريقه الثانيه وهي التغذيه على الرواسب لاحظوا معي حيث تقوم باستغلال البقايا العضويه المترسبة التي تتراكم في القاع كما في الديدان الحلقية، فهنا البقايا العضوية المترسبة في القاع. جمع هذه الرواسب الغذائية بواسطة لواحق جسمية توصل هذه الرواسب إلى الفتحة دخول الطعام. أعزائي الطلبة، تعرفنا معًا على طرق من التغذية اللي تتع... تعتمدها الحيوانات. أتمنى ان استفديتم من هذه المعلومات إلى ان نلتقي في درس مقبل ان شاء الله تقبلوا تحياتي